عندما أنتم في قلبي في استمرار عشت زماني كله في قلوبكم وما زلت أعيش. وعندما ذهبت إلى الدير أخذتكم جميعكم في قلبي وفي فكري، من أجلكم أنا هنا ومن أجلكم أذهب إلى هناك. أخذتكم في قلبي وفي فكري أنتم وآلامكم ومشاكلكم، أعرضها على الله وأعرضها على المسؤولين. وأشكر الله كثيرا أن بعض هذه المشاكل قد تم حلها، وما زال البعض يحتاج إلى حل، والطلبة أو الشبان الذين في السجن بدون أي ذنب اقترفوه سأظل سأظل حزينا من أجلهم ووابعهم في صلواتي إلى أن يخرجوا جميعا من حبسهم. والذي لا يحله الناس يحله الله. ولقد عودنا الله أن يكون معنا في كل حين، ونحن نثق بهذا ونؤمن بعمله وننتظر الرب. أنتم تعلمون أنني في كل ضيقة أذكر ثلاث كلمات: ربنا موجود وكل للخير ومصيرها تنتهي. وأريد أن أحدثكم في هذه الليلة عن عبارة ربنا موجود. من الناحية اللاهوتية والعقائدية، جميع المؤمنين في العالم أجمع يؤمنون بأن الله موجود، ولكني أود أن أطرق هذا الموضوع من جهة وجوده في حياتنا ومن جهة شعورنا بوجوده وبعمله فينا. ربنا موجود
يعني ربنا شايف، ربنا سامع، ربنا عارف ايه كل اللي بيجرى، ربنا بيتصرف وبيعمل ومش هيترك حاجة غلط. ربنا موجود في كل مكان وموجود مع كل احد وموجود في كل مناسبة، ونحن تعودنا ان نرى يد الله واضحة تماما في كل حياتنا وفي كل ما نصادفه. رأينا الله في كل وقت يتدخل في شؤون حياتنا، وهذا هو إيماننا. نحن لا نتعامل كثيرا مع الناس، إنما نتعامل كثيرا مع الله نفسه. ربنا موجود كضابط للكل، والعبارة دي ضابط للكل بنذكرها باستمرار في صلواتنا. الله ضابط الكل، الله ضابط الكل، يعني الكل تحت يده، الكل في قبضته، كل الناس في ايد ربنا. صدقوني، حتى الشيطان وحتى كل قوى الشر ربنا يحكمها بذاته ويضع حدودا، وإلا لو كان القوي يأكل الضعيف ما عاش الناس على الأرض أبدا لولا تدخل الله، ويتدخل بقوة. الله خلق الكون ولم يتركه، وإنما هو يدبر أموره جميعا. وأنا باستمرار أقول لكل أحد، أنت لست وحدك، لا تعيش في الحياة وحدك، إنما تعيش والله يعيش معك. الله لا يتركك لا لحظة ولا طرفة عين. ربنا موجود، يعني الرب راعي، الرب راعي لينا جميعا. بنقول في المزمور: الرب لي راعي فلا يعوزني شيء، في مراع خضر يربضني وإلى ماء الراحة يبردني. ونقول أيضا: إن سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي. وربنا في حزقيال الإصحاح 34 بيقول: أنا أرعى غنمي وأربضها وأطلب الضال وأسترد المطرود وأجبر الكسير وأعصب الجريح وأرعاها بعدل. ونحن نثق برعاية الله لنا. نثق به في كل شيء، حتى في عصاه وعكازه. نقول له: عصاك وعكازك هما يعزياني. نثق في رعاية الرب، ونثق في قول السيد المسيح له المجد: خرافي في يدي. وقال: لا يستطيع أحد أن يخطف من يد أبي شيء. لما بنقول ربنا موجود، نقصد أيضا أن ربنا هو المهتم بالكل. ربنا هو المهتم بالكل، وربنا هو الحافظ والمعين. وبنرتل دايما في المزمور
مزمور 121، الرب يحفظك، الرب يحفظك من كل سوء، الرب يحفظ نفسك، الرب يحفظ دخولك وخروجك. دي عبارة يقولها الملاك الحارس لكل إنسان وهو يصلي، يقول له الرب يحفظك، الرب يحفظك من كل سوء، الرب يحفظ نفسك، الرب يحفظ دخولك وخروجك. ويقولها الإنسان وهو يصلي، يعزي نفسه ويهدئ نفسه ويطمئن نفسه إن الرب بيحفظه. ربنا قال ليعقوب: ها أنا معك وأحفظك حيثما تذهب وأردك إلى هذه الأرض. الله الحافظ هو الذي حفظ يونان النبي في بطن الحوت ولم يضره في شيء. الله الحافظ هو الذي حفظ الثلاثة فتية في أتون النار ولم يحترقوا لا شعر من رؤوسهم ولا شيء من ملابسهم. هو الذي حفظ دانيال في جب الأسود ورتل أنشودته الجميلة. إلهي أرسل ملاكه فسد أفواه الأسود. الله هو الذي حفظ يوسف الصديق، حفظه من أخوته حينما ألقوه في البئر، وحفظه حينما بيع كعبد في بيت فوطيفار، وحفظه حينما ألقي في السجن ثم رد له كرامته أضعافا وقال يوسف لإخوته: أنتم أردتم بي شرا والله أراد بي خيرا. احنا نؤمن ان الله حافظ، يحفظنا من الشيطان ويحفظنا من الخطايا ويحفظنا من التجارب. حفظ أثناسيوس حينما ألقي للنفي 4 مرات، وحفظ يوحنا الرسول وهو في جزيرة بطمس وظهر له وأراه رؤى كثيرة. احنا نتعب كتير ان نسينا ان ربنا هو الحافظ. ده احنا بنقول حتى حافظ الاطفال هو الرب. تاريخ الله معنا في الحفظ هو تاريخ طويل لن ننساه. ياريت كل واحد يجلس الى نفسه ويتذكر كام مرة ربنا حفظه فيها، كم مرة حفظه فيها، وبعدين يسبح ويقول: بارك يا نفس الرب وكل ما في باطني فليبارك اسمه القدوس. بارك يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته. ربنا حينما نقول ربنا موجود نتذكر قوله: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. نتذكر إن الله هو حلال المشاكل، لا توجد مشكلة إلا ولها حل عند الله، ولا يوجد باب مغلق إلا وله مفتاح عند الله أو عدة مفاتيح. لذلك يقول الكتاب: إلقي على الرب همك وهو يعولك. ويقول المزمور: يستجيب لك الرب في يوم شدتك. الله
الذي نؤمن بوجوده له صفة جميلة في عشرتنا معه. الله هو مريح التعابة، لأنه قال تعالوا إلي يا جميع المتعبين وأنا أريحكم. إنما بيقول انتظر الرب، تقوى وليتشدد قلبك وانتظر الرب. الله هو المهتم بالكل، الله هو المهتم بالكل، يهتم بالحيوان ويهتم بالإنسان ويهتم بالطير، يهتم حتى بالدودة التي تسعى تحت حجر. هو المعطي البهائم طعامها ولفراش الغربان التي تدعوه، حتى العصافير بيقول لنا في الكتاب انظروا الى طير السماء انها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع الى مخازن وابوكم السماوي يقوتها. وبيقول على العصافير دي لا يسقط واحد منها بدون إذن أبيكم. الله اهتم حتى بالحيوانات وبالطيور في فلك نوح، واهتم بنوح ومعه الحيوانات والوحوش. الله يهتم حتى بالفراشة، الفراشات التي يعطيها ألوانا جميلة ويقول ولا سليمان في كل مجده كان يلبس كواحدة منها. يهتم بالطيور المغردة وينعم عليها بصوت جميل، وما كانت تطلب منه ذلك، لكن هو من رحمته. يهتم بالزهور ذات الألوان، يهتم بالنحلة ويعطيها فنا في جمع طعامها وفي إعداده للإنسان وفي ترتيب عائلتها. يهتم بالطاووس ويعطيه جمالا. الله بيهتم بالكل، فكم بالأكثر الإنسان. الله يا إخوتي وأبنائي يهتم بنا أكثر مما نهتم بأنفسنا، يهتم بنا أكثر مما نهتم بأنفسنا. ونحن نحيا بهذا الإيمان، ويقول لا أهملك ولا أتركك، لذلك فنحن نتكل عليه. بيقول إن نسيت الأم رضيعا أنا لا أنساكم، بيقول نقشتكم على كف. بيقول يرسل ملائكته فيحملونك على أجنحتهم حتى لا تعثر بحجر رجلك. ونحن نصلي من أجل هذا في كل ليلة، ونقول أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين، ونصلي بذلك في كل نهار أيضا. ونؤمن بالملاك الحارس الذي يحرس كل إنسان، وعلاقتنا مع الملائكة علاقة دائمة، نعيد لهم ونحتفل بهم
وأول امبارح كان عيد الملك الخليل وكنا محتفلين به جميعا. كما قيل عن السيد المسيح: ها أنا أرسل ملاكي ليهيئ الطريق قدامك. كذلك أيضا الله يرسل ملاكه ليهيئ الطريق قدامنا في كل شيء. عندما نقول الله موجود لا ننسى حنو الله ولا ننسى عطفه ولا ننسى محبته. إن كان يحنو على الطيور وعلى الحشرات فكم بالأولى يحنو على الإنسان أيضا. الله من حنوه على الإنسان أعطاه العقل والروح والإرادة، وأعطاه الضمير، وأعطاه الوحي، ووعده بالحياة الأبدية، أعطاه البركة، وأعطاه الحفظ، وأعطاه فوق ما يطلب، وأعطاه ما لم يطلب. لعل البعض يقول: إذا كان الله بهذا الشكل وبنقول الله موجود والله هو الراعي وهو الحافظ وهو المعين وهو الرازق وهو المعطي، فلماذا إذن التجارب؟ الله يسمح بالتجارب لفائدتها. والكتاب بيقول: احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة. وكل تجربة تمر علينا لابد نعرف ما أسبابها وكيف نعالجها وما فائدتها لنا. من ضمن فوائد التجارب أنها تجمعنا معا بقلب واحد متعاطف على بعضه. أنا في العشر أيام اللي فاتوا في الدير استقبلت حوالي 1800 من الآباء الكهنة من كافة الإبرشيات، و63 من الآباء الأساقفة غير الذين اتصلوا بي من بلاد بعيدة جدا ومن قارات أخرى. نتجمع معا ونفكر بفكر واحد ونرى ما مشاكلها وكيف نحلها بروح واحد. أشكر الحاضرين معنا من الآباء الأسقفة معنا في هذه الليلة، 45 من الآباء المطارنة والأساقفة وحوالي 240 من الآباء الكهنة. من ضمن فوائد التجارب أننا حينما تحل بنا التجربة نناقش أرواحنا من الداخل ونصطلح مع الله إن كنا بعيدين عنه. ولذلك بالتجارب الناس في أصوامهم في صلواتهم في تقدمهم للتناول كانوا يصطلحون مع الله، كما يقول الرب: ارجعوا إلي فأرجع إليكم. نصطلح مع الله لكي نطلب منه في غير خجل،
فوائد التجارب أنها تكشف لنا الأمور ونعطى رؤية أوضح، كما يقول الشاعر: جزى الله الشدائد كل خير عرفت بها عدوي من صديقي. من فوائد التجارب أيضا أننا نرى بها يد الله وهي تعمل معنا ومع غيرنا. ففي التجارب إذن توجد خبرة روحية تشوف بيها ازاي ربنا موجود، مش بس في كتب اللاهوت او كتب العقيدة، انما في مجرى الحياة كلها تشوف ربنا موجود ازاي. نحن اخوتي لا نؤمن بالله فقط الذي في الكتب ابدا، نؤمن بالله الذي في الحياة، الذي نراه كأنه كائن امامنا تماما، ونرى كيف يعمل ونرى حكمته وقوته. فمبارك الله في كل عمل معنا. بالتجارب أيضا توجد خبرات روحية مع الله ومع الأحداث، هي مدرسة نسميها مدرسة التجارب، مدرسة روحية، وكل شخص يمر في التجارب يزداد معرفة ويزداد حكمة ويزداد خبرة ويأخذ تدريبا كيف يتصرف مع الأمور ويرى كيف تحل أمامه. وفي التجارب نرى الآية التي تقول: غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله. وفي التجارب نتأمل في نتائجها ونراها كلها للخير، وتقف أمامنا الآية التي ذكرت في الرسالة إلى روميا: كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الرب. والتجربة يا إخوتي ليست لونا من التخلي أبدا، فالتجربة موجودة والمعونة موجودة معها، والتجربة هي خبرة نرى بها الله. والله قال لنا عن التجارب إنها في حدود احتمالنا، وقال: إن الله لا يجربكم فوق ما تطيقون، وقال إنه يعطي التجربة ويعطي معها المنفذ. ونحن دائما نقابل التجربة بسلام قلبي. طبعا الأمر يحتاج إلى حكمة في التصرف مع وجود السلام في القلب. وحينما تصعب الحلول أمامنا نحيل التجربة إلى الله، أو نضع الله بيننا وبين التجربة فنرى الله ولا نرى التجربة، ونشعر إن الله موجود معنا. نترك تجاربنا بين يديه ونؤمن بهذه اليد العطوفة المملوءة حبا، فيزيدنا الأمر إيمانا
لذلك نحن نطلب من الله أن يتولى باقي الأمور، ولنا أمل في أن باقي الأمور ستحل، وأرجو أن تحل قريباً.